السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نفتح جهاز 6 و 6 بلس، جهازين مسكرين اي كلاود زي ما انتم شايفين. رح نفتحهم نعملهم تخطي بشبكة ورح نشرح كل التفاصيل والاشياء اللي بتسألوني عنها بالتعليقات عشان تكون الأمور واضحة بشكل كامل. الأداة اللي راح نستخدمها اليوم اللي هي أداة اي باي باس البرو. أول شيء عشان تقدر تنزل البرنامج، هذا موقع سيرفر اف دبليو انلوك معروف، نروح بليس اوردر ايمي أول خيار، وبننزل مباشرة على خيار البرو وبنختار اللي هو 6 ايفون 6 و 6 بلس. وبدنا ننتبه انه في خيار تاني ايفون 6s و 6s بلس، الخيار بيختلف كليا. نيجي نختار هذا الجهاز. طبعا تكلفة الجهاز الواحد $4، يعني سواء 6 او 6 بلس. نيجي هون بنلاقي في رابط موجود بالوصف، نضغط عليه وبننزل البرنامج، بيفتح معنا بالشكل هذا. بننزل الأداة، نعملها تنزيل، تنزل عنا الأداة ونفك الضغط مباشرة بيطلع عنا البرنامج بالشكل هذا. نفتح البرنامج، فتحنا البرنامج. أول خطوة وهي خطوة رئيسية ومهمة جدا، لا تبعت اوردر تفعيل للاداه وانت مش عامل بوت من الاداه. عشان تتاكد انه الجهاز مدعوم. 2، الاداه ما بتقبل الا تعمل بوت بالبدايه، بعدها تبعت الاوردر. يعني بتعمل بوت بيعطيك انه سكسسفولي، تنسخ السيريال وبتبعت الاوردر. غير هيك الاوردر تبعك راح ينرفض مباشرة، راح يبعثوا لك في المسج يكتبوا لك فيه نزل الاداة واعمل بوت، بعدها اطلب الاوردر. هاي الخطوة الاولى. عندنا هون الجهازين زي ما انتم شايفين مسكرين اي كلاود. خلينا نشبك الجهاز الاول اللي هو جهاز ايفون 6. هاي شبكنا. شبك، لف السلك. هاي شبك الجهاز. فتحنا 3 تولز زي ما شايفين، دائما ترفعوا لاخر اصدار الجهاز. سكر 3 تولز زي ما شايفين، طلع عنا المسج على الاداه بالشكل هذا. طلع عنا ايفون 6 وطلع عنا الاصدار تبعه. في عندك هون سر انتر ريكفري مود، نضغط عليه بتطلع الجهاز. دخل الجهاز بوضع الريكفري مود زي ما انتم شايفين. طلع لنا زر بوت ديفايس، نضغط عليه بحكي لنا هون اضغط الباور مع الهوم. نضغط هون هي الباور، بنروح بنعمل ستارت وبنضغط الهوم مباشرة وبننتظر. 2 1، بلش العداد الثاني 10 9. برفع ايدي على الباور بضل ضاغط على الهوم، فشلت معي العملية زي ما شفتوا، فشلت معي العملية، أعطاني خطأ مباشرة. بضغط أوكي وبضغط على انتر ريكفري مود. هاي المشكلة راح أخليها في الفيديو. ليش؟ لانه كثير ناس بيحكوا لي بضغط انتر ريكفري مود بفتح التليفون. هاي لانه انا بالبدايه اول مره ما نجحت معي العمليه، فالاداه مباشره تعرفت انه في مشكله خطا وما اخذت الجهاز. برجع بشيل الكيبل وبرجع برجعه. رجعت اتعرفت على الجهاز.
طبعا 3 تولز بفتح لاني انا فاتحه، بقدر انا استغني عن الموضوع هذا باني من ستارت هون اسكر 3 تولز عشان يبطل يفتح اكزيت دايركتلي، وباجي بعمل بوت ديفويس. اعطاني هون لازم اضغط الباور مع الهوم، ولازم يكون الموضوع بشكل سريع، الباور والهوم مع ستارت. بجهز على الباور، بضغط ستارت مباشرة، بضغط هوم، بنتظر نزل العداد اللي تحت 10 9 8، برفع ايدي عن الباور. انتظرت لرقم 8 وضليت ضاغط على الهوم، رفعت ايدي، دخل الجهاز في وضع الديفيو مود، وزي ما انتم شايفين بلشت الاداة تشتغل لوحدها. ننتظر لغاية ما يخلص العملية. هي العملية جيل بريك، ولكن لازم تتم من الاداة. ننتظر لغاية ما يشتغل الجهاز، لازم يعطينا انه الجهاز مدعوم، لازم يطلع مسج انه الجهاز مدعوم، ونكمل الخطوات. فتح الجهاز، شلت الكابل ورجعته، يعمل تشيك الان زي ما انتم شايفين هون بلف. زي ما شفتوا يعني شلت الكابل ورجعته، ليش؟ لانه كان مش شايف الجهاز. وهاي انا بشرح لكم كل المشاكل اللي بتصير خلال العملية، يعني عشان يكون كل اشي واضح. اعطاني يعني مبارك الجهاز مدعوم تخطي بشبكة فول سيجنال، نضغط اوكي. اعطاني هون الجهاز مدعوم. باجي هون على السيريال نمبر، بكبس كبسة واحدة على السيريال، بحكي لك سيريال نمبر كوبي، هيك نسخ السيريال نمبر. باجي مباشرة اروح على الموقع، احنا اخترنا بالاول 6 و6 بلس، باجي هون وبعمل لصق وبعمل اوردر. طلبت اوردر، خلينا نروح على ايمي اوردر من هون. طلبت اوردر تفعيل الجهاز ايفون 6 بالسيريال نمبر. ما راح استنى كثير لاني ايش، راح افصل الجهاز واجي اسبك الجهاز الثاني اللي هو ايفون 6 بلس عشان اكسب وقت. واجي برجع على الاداء، اعطاني 6 بلس، بكبس انتر ريكفري مود، راح يطفي الجهاز ويدخل على الريكفري مود. يعني العمليه حبيت تكون في فيديو واحد جهازين عشان تفهم العمليه، العمليه هيك بس، يعني ما فيش زياده، خطوات واحده لكل الاجهزه من 6 لغايه اكس. بعدين بضغط بوت ديفايس، بعدين بحكي لي اضغط باور، بتبع الصوره هون باور وهوم، بجهز الباور، بعدين بضغط ستارت وبضغط الهوم. 2 1، نزل على السطر الثاني، 10 9 8، برفع ايدي عن الباور. عند 8 ارفع ايدك على الباور، اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، يعني ما ترفع ايدك على 10 عشان راح يرجع يشتغل معك التليفون. ننتظر الجهاز ليخلص عملية البوت. زي ما شايفين بيعمل بوت من الأداة، بطفي بيشتغل، ننتظر لغاية ما يشتغل. فتح التليفون، طلع لي نفس المسج بالأول إنه جهاز لازم تعمل له بوت، وانا عامل له بوت اصلا. فايش باجي بعمل؟ بشيل الكيبل وبرجع برجع الكيبل، خليه يرجع يعمل تشيك كمان مره.
هيك بكون أنا كل الأسئلة اللي بتسألوني إياها، المشاكل اللي بتواجهوها، بكون هيك إن شاء الله إني شرحت لكم إياها بشكل كامل. برضو أعطاني الجهاز مدعوم، مبروك الجهاز مدعوم مع شبكة بشكل كامل. بحكي لك أكمل تسجيل الجهاز في الموقع عشان تفعل السيريال. نضغط أوكي، مروا على السيريال نمبر، نضغط عليه ضغطة واحدة تعطينا سيريال نمبر كوبي، نضغط أوكي، نروح على موقع FW Unlock، نروح على Place Order إمي، ننزل لغاية البرو 6 بلس، وبنيجي بنعمل لصق للسيريال نمبر، نعمل أوردر. كلفته $4 مع شبكة، بصراحة يعني كلفته بسيطة جدا. نرجع على أوردر وإمي أوردر، نتطلع هون زي ما شفتوا الأوردر الأول اللي بعته قيد التنفيذ، الثاني ويتينج لسه، نعمل ريفريش. بدي أشرح هون العملية لتفعيل الأداة. حسب الضغط على السيرفر ممكن تأخذ العملية من 5 دقائق أو ممكن تأخذ معنا ساعة، فحسب شو في ضغط على السيرفر، ساعة ساعة ونص ليتفعل السيريال. أنت بهمك ينكتب هون successfully، بس ينكتب successfully بتقدر تفعل الجهاز اللي سيريالو اتفعل. نيجي نجرب نعمل كمان ريفرش، صاروا 2 زي ما انتم شايفين ان بروجريس، ما اكتمل ولا 1 لغاية الان. تمام، راح اجي هنا على القناة عشان اشرح لكم، بس اكمل شغلة بالقناة السلام لغاية ما يتفعلوا السيريلات. نروح على الفيديوهات، هاي القناة، نروح على الفيديوهات، وبلاش على الفيديوهات، خلينا نروح على قائمة التشغيل. قائمة التشغيل هاي مهمة جدا يا جماعة، لأي فني، لأي شخص بده يرجع لأداة معين. إذا بدك فيديوهات لآي ريموفال برو، تيجي على قائمة تشغيل آي ريموفال برو. بدك تي اف تي روم ديسك، تيجي هون. بدك آي باي باس برو، اللي هي هاي الأداة اللي احنا بنشتغل عليها، تيجي هون. بتلاقي الفيديوهات بتخص الأجهزة كلها. طبعا في أجهزة، أنا بدي أكون صريح معكم، نفس الخطوات يعني، لكن أنا بحب أشرح كل جهاز لحاله. ليش؟ لأنه كثير واحد بيجي مثلا بشرح على آيفون 7 كده، طب آيفون إكس، بدي أجاوبه نفس الطريقة، ممكن ما يعرف يدخله ديفي مود، وما يدخله، ما يعرف يدخله ريكفري، لأنه الجهاز بيختلف. ولكن فأنا شو بعمل؟ بعمل كل فيديو منفصل. هاي أداة FW Unlock Tools، هاي الأداة اللي طبعا هون موقع FW Unlock، السيرفر اللي احنا منفعل منه، طريقة الشحن الرصيد، طريقة تسجيل الحساب، كل المعلومات هون بتلاقيها في هذا قائمة التشغيل. زيرو كنوكس، شو برضو IK برايم، هاي نفس أداة I Bypass Pro، لكن هاي أغلى بالسعر، يعني تفتح بشبكة ولكن أغلى بالسعر. هون سوفتوير أندرويد، عندك هون الأدوات حفيدك مجانية، هاي الأداة رائعة، فيها آخر تحديث في الأداة الأولد والنيو، وفي إن شاء الله قريبا فيديو رح نزله لأداة الأندرويد شاملة، كل أجهزة الأندرويد حلوة، أداة جميلة جدا. هون طريقة عمل الجيل بريك، هون أداة رام ديسك برضو، هاي فري الأداة. قائمة التشغيل يا جماعة كثير كثير مهمة، يعني لما تيجي عادات حفيدك في 12 فيديو لكل أجهزة اللي أنا اشتغلتها على هاي الأداة عملتها في هذا الفيديو. يجي على أداة Unlock Tools، معروفة Unlock Tools مي، شو هي؟ في هنا أجهزة أنا عملها على Unlock Tools. في عندك هون أداة TFT Unlock Free، عامل عليها 28 جهاز فتح مجاني، تخطي جيميل، تخطي يعني كل، يعني شارح عليها كثير شروحات. ف
فهي قائمة التشغيل مهمة تكون مرجع لك للفيديوهات أو للجهاز اللي أنت بدك تفتحه. طبعا أكيد اللايك مهم جدا، يعني اللايك كثير كثير مهم إنك تعمله. وأنا برغي وبحكي ولي ساعة بحكي معكم، زي ما شفتوا الجهازين صاروا سكسسفول، الاثنين تمت العملية الحمد لله. يعني كانت العملية سريعة لأنه وقت متأخر 3 صباحا، فأكيد العملية بدها تكون يعني خلينا نورجيكم الساعة، هاي الساعة مبينة 3 صباحا الساعة، الجهازين عملوا سكسسفولي حوالي 5 دقائق ولا ما. الموضوع بسيط، بفصل الكيبل وبرجع برجعه وبنتظر. اي ديفايس ناو ريدي تو اكتيفيشن. شفتوا كيف المسج اختلف؟ ليش؟ لانه تفعل الجهاز. باجي على هون الكبسه هاي بكبس عليها، بقول لي مبروك فتح الجهاز، خلاص الموضوع خلص بشكل كامل. زي ما شفتوا طفى واشتغل الجهاز، يعني بعد التفعيل ثانية واحدة يعني يدوب طفى الجهاز اشتغل خلاص، هي طفى والآن راح يشتغل معنا. طبعا شبكة شريحة كامل بشكل كامل، أعطاني هون بيسباد نورمال، أوكي عادي شغلة طبيعية. فتح التليفون، الجهاز هيك راح يشتغل معك بشبكة بشكل كامل، هاي معلومة ركزوا عليها. راح يجي واحد يقول لي بزبط اعمل له فورمات، لا ما بزبط يا اخوي، ما هو تخطي، تخطي اسمه تخطي، معناته ما بعمل لا فورمات ولا تحديث، خط احمر خلص لا فورمات ولا تحديث. هاي الجهاز الاول فتح، يجي هيك نروح على الجهاز الثاني نشبكه على ده. فعلنا سيريالين، فعلنا السكس والسكس بلس، ننتظر ليعمل تشيك. برضو اعطاني اي ديفايس از ناو ريدي تو اكتيفيشن، اضغط اكتيف ديفايس فعله، اعطاني تمت العمليه بنجاح وطفى التليفون زي ما انتم شايفين. خلصت هيك، يعني مجرد ما عملت البوت اول خطوه لازم تعملها تعمل البوت، اعمل البوت وخلص، اعطاك انه مدعوم الجهاز، فعل السيريال. مجرد ما تفعل السيريال بتروح بتكتب بتكبس على اكتف ديفايس. هاي الجهاز الثاني كمان فتح. هاي الاداة اذا كان جهازك مسكر شبكة ما راح ترفض الجهاز، اذا جهازك اعطتك الاداة انها مدعوم راح يفتح معك بشبكة. وشو تكلفة $4؟ لا شيء. في ادوات تخطي، انا اداتي FW Unlock باخذ عليها $5 على التخطي العادي، هاي $4 تفتحه مع شبكه. فالخطوات اللي بدك تعملها، لانه انا بواجهها كثير، عندي مشكله بالسيرفر يعني مع ناس، وكثير ببعث لهم مسجات، ببعث الاوردر بالسيريال نمبر، بفتح الاداه بنسخ السيريال ومباشره ببعث اوردر وبيجي رفض، برد ببعث اوردر وبيجي رفض، بعد 3-4 مرات رفض برجع لي. طب انا ببعث الاوردر وشحنت رصيد ليش بيجيني رفض؟ لانه عطوفتك ما عملت بوت للجهاز. اعمل بوت وراح يجيك موافقه مباشره، اشتغل صح زي ما بتطلب منك الاداه. اتبع الخطوات، شاهد الفيديو، الفيديو طويل انا بعرف ولكن حاولت اجاوب فيه على كل الاسئله. اعمل حساب في سيرفر FW Unlock، تواصل مع الداعم للشحن، تقدر من خلينا هنا، في عندك هون واتساب تليجرام عشان تعرف طرق الدفع، تقدر تعرف الاسعار من خلال برودكت سيرفيس وامي، وتشوف هنا كل شيء سعره جنبه، كم الوقت للتنفيذ. البرو اذا كانت عندي في الفيديو هون فتحت بخمس دقائق، ممكن انت تقعد معك ساعة ساعة ونص، ما صار اشي
عادي طبيعي، الوضع طبيعي جدا. لما يصير سكسسفولي اخضر بكون تفعل الجهاز. في ضغط على الخدمه تتاخر شوي، ما في ضغط على الخدمه تشتغل بسرعه. موضوع سهل وبسيط جدا، ولكن ما انك انت بدك تتعلم وتعرف كيف تتعامل مع السيرفرات وكيف تفتح اجهزه، بدك يكون عندك هاي المعلومات كلياتها وتكون عندك خبره في هذا الموضوع. اللي برو تفتح اي جهاز بشبكه من 6 لاكس، من 6 لاكس. بننتبه في طلب الاوردرات، ال6 وال6 بلس بيختلف عن ال6 اس وال6 اس بلس. الفرق بينهم بالسعر نص دولار، ولكن هذا بيختلف عن هذا. ما بصير تطلب 6 اس وانت جهازك 6. بدنا ننتبه شو الاوردر، ولازم نعمل بوت بالاول. بس طولت عليكم كثير، لا تنسوا لي من 6 مليون لايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير ان شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.